استنشاق الدخان والغازات السامة هو السبب الرئيسي للوفاة بين ضحايا الحرائق في الأماكن المغلقة. أهم هذه الغازات السامة هو غاز أول أكسيد الكربون، وأعراض التسمم به تشمل الضعف، الدوخة، الدوار، صعوبة شديدة في التنفس، الغثيان والتقيؤ، وممكن فقدان الوعي. الإسعافات الأولية اللي نسويها في حالات التسمم بالغاز نفتح الأبواب والنوافذ لتهوية المكان، نبعد المريض عن مكان الحريق ونطلب الإسعاف فوراً لتقديم الرعاية الطبية. إذا كان المريض فاقد الوعي ويتنفس نحطه في وضعية الإفاقة الجانبية، وإذا كان ما يتنفس نقوم بالإنعاش القلبي الرئوي لحين وصول سيارة الإسعاف.